كل يوم دردشة مع الأصحاب والشباب والأهل، وبعض الأحيان برودكاست طوله كيلو، لكن للأسف أول ما تقفل تطبيق الدردشة ولا استفدت شيء. تعرف إنه الحين تقدر تدردش وتستفيد، وكل ما دردشت أكثر راح تربح أكثر. كل هذا راح تلاقيه موجود في تطبيق شات اون، الدردشة الفريدة من نوعها بميزات ما راح تلاقيها في أي تطبيق ثاني. مثلا تقدر ترسل رسالة لشخص وبعدين ترجع تمسحها حتى لو قراها، وتقدر ترسل صوتيات وفيديو بحد 1 جيجا في الرسالة. لا، وكمان راح تلاقي غرف دردشة في مواضيع مختلفة وناسة ما لها حد. هذه مو بس كل الميزات، لسه لما تستخدم التطبيق راح تتفاجأ من ميزاته. يعني مو دردشة عشان ربحه بس، لا، دردشة من جد تستاهل. نجي للمسابقة اللي راح تكون خاصة بآي او اس اندرويد بلاك بيري، واللي راح تكون من 25 ابريل حتى 19 يونيو 2014، وهي عبارة عن مين يجمع نقاط اكثر من الثاني. مدة المسابقة حتكون 8 اسابيع، فيها 33 رابح كل اسبوع. مجموع الرابحين لكل المسابقة 264 رابح. حتسألني وشلون اجمع النقاط؟ انا اقول لك، لما تضيف صديق جديد راح تحصل على 30 نقطة، لما ترسل او تستقبل رسالة راح تحصل على نقطة واحدة، ولما تحمل اي رمز تعبيري ستيكرز راح تحصل على 5 نقاط، ولما تكون عضو في اي جروب دردشة وترسل رسالة راح تحصل على 2 نقطة. نجي للفايزين، راح يكون في 33 رابح كل اسبوع، راح يتقسموا ل6 فئات. الفئة الاولى راح يكون فيها 5 رابحين لكل رابح سامسونج جالكسي S5. الفئة الثانية راح يكون فيها 10 رابحين لكل رابح جالكسي كورديو 2. الفئة الثالثة فيها 15 رابح لكل رابح سامسونج جير 2 نيو. ومو بس كذا، حتى لو ما قدرت تجمع نقاط كثيرة ممكن تربح كمان. الفئة الرابعة راح تكون من نصيب الشخص اللي ترتيبه في قائمة المشتركين رقم 100، وحيحصل على 500 ريال سعودي. الفئة الخامسة اللي ترتيبه 1000 حياخد 500 ريال، والفئة السادسة اللي ترتيبه 10000 حيحصل على 500 ريال. كل هذه الجوائز راح تتقدم للي راح يدردش ويستخدموا تطبيق شات اون. لسه ناوي تدردش على الفاضي ولا حابب تربح؟